معليش صوت تعبان شوي شباب. وليد يا ساتر ريسوب سنتين تاير ثري. هلا هلا بالشيخ شكرا لك. رياض شكرا ريسوب 5 شهور. او جي شكرا ريسوب 5 شهور. ديفارة شكرا ريسوب 6 شهور. ووط شكرا ريسوب 4 شهور. وام كي شكرا على ريسوب 5 شهور. وحورة شكرا على سبسكرايب وحياك الله نورين جميع. اخباركم مسوين كيف اموركم كيف يومكم؟ يا راسي احس ان راسي شوي بينفجر. احس راسي كذا يمين يسار. وصلت يا الغني حول ولا قوه الا بالله. خلوا الواحد يسترزق. بروح استرزق الحين. من هنا نجي من هنا. هلا سعد عليكم السلام. هلا وسهلا. هلا ومرحبتين. I can assure you I mean you no harm. How? Who is but the form following the function of what? And what I am is a man in arms. As far as the day goes, like now. Ain't all angels and halo. Soon as the night falls, I'll be back on my angle. One my black crawl lands on the dining room table. Beckons the last souls to do the dance of the fatal. راكان شكرا الله يسعدك ويكثر خيرك. 5000 بت الله يسعدك يا راكان يا حبيبي. شكرا 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 تشكرات كثير. انا وش نشوف شباب دقيقه وين الموجه نسيتها. اوه ما شفتوش عندي بعد دقيقه وين ال لو معي انا الراديو ضيعت الاغراض مره كثير. رهيب شكرا على ريسب 17 شهر يا ساتر يعطيك العافية حياك الله. ليلى شكرا على ريسب 3 شهور يعطيك العافية حياك الله الله يسعدك. و كيف اقرا الاسم اصبر. زهور شكرا على ريسب 6 شهور. زهور شكرا على ريسب 6 شهور نفس القافية يعطيك العافية حياك الله الله يسعدك. السلام عليكم في احد؟ ايه كلنا بالموجة. لا حول ايش تبون يا اخي ما تنامون انتم؟ ما ننام يا مزاح ما ننام. هل احنا نجمع نتع بغلتها كذا؟ الله يعطيكم العافية صراحة شكرا. وين وليد؟ وليد في الرساكل يجمع. قل له يبي يجي يصيد معي؟ ايه بدق عليه ما ادري. يا مزاح لا تسحبني خل وليد حاله. يا ابني قل له يا الله. قل له يا اله الا الله. هو عشان ينقذني من النمر عرفت؟ طيب ليش ما تجي تجمع معانا شوي؟ انا والله الحمد لله جمعت. لا ابتيه خله معك. ابتيه تبي تجي؟ لا ما يبي شفت؟ يلا. لا لا ما انا اشوف اخذ ابتيه احسن. يعني انت قصدك ان انا ما مني فايده اني تجي؟ لا اشجعها بالعكس خلاص. يا ستيلك ليد شكرا ريسوب 6 شهور. هلا حبيبي ويلكم عزيز هاو ار يو. وعلاوي شكرا ريسوب 6 شهور يعطيك العافية حياك الله يسعدك. هلا سعد بيتس ويلكم. ناصر عزيز نوسري هلا بالشيخ شكرا ريسوب 14 شهر يعطيك العافية حياك الله الله يسعدك. جوالي يتصل نبي ياهي ان الهاتف المطلوب لا يمكن اتصال به الان. الرجاء محاوله اتصال في وقت لاحق. يور كول الو ايش ليه ان الهاتف المطلوب لا يمكن اتصال به الان. خامس هنا تفضل زيك وش تبي. هلا تمرني بالله عليك وينك؟ والله انا الان في لوس. انا في لوس عند برجر شوت. تقول كذا صح؟ من بجايك ترى وين؟ بلوس عند بلوس. انا بوليتو. انا مالي خلق ادق مشوار الصراحه. وين بلوس؟ الرانشو بوليفارد عند المصانع. شو مصانع؟ المصانع ما ادري سمعت بوليفارد. الرانشو بوليفارد اسمه الطريق. عند المصانع جهه الشرق. وش موديك هناك؟ يلا علمني وش موديك ها؟ والله كنت بمشي كنت ادور على حاجه وما فيش حاجه. ما فيش حاجه. طيب ترى بروح اصيد يعني اذا تبي تصيد. اي حصيد عارف
ها؟ انا برضو عاوز اصيد يا اخي. انت عاوز كل شيء يا اخي، ما يمدينا نصرفك. وش ذا؟ خلاص بجيك يا حمار. كل خرا انا هاي الوليد برضو حصيد معه، هنروح نصيد طيب. كلنا خلاص بجيك بجيك بجيك. يلا. ليه 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 زعلان ليه؟ ياسر شكرا علي صب 11 شهر، بقى شهر على السنة، يعطيك العافية حياك الله يسعدك. وفي روين شكرا لك علي صب شهرين، يعطيك العافية حياك الله الله يسعدك. سيد شكرا على التنقف صب، الله يسعدك يكثر خيرك يرزقك يا رب. رد علي اخوان جاكم قفتات، شكرا يا تريد. هذا اخوان كنت كريب فورتنايت عام 2017 المعلومية يعني، حتى كان بكلان اذا تعرفونه كلان قديم اسمه وورز صح. ريون ريون هو اسم ريون ولا انا من الكيس هذه. ريون شكرا على ال هاي جود سب، الله يسعدك. عليكم السلام عمر، هلا وسهلا، الله يسعدكم جميع. اي اي ان كيو شكرا على ريسب 10 شهور. نمسي ولا نمسي مساء الترتر؟ ليه طيب الترتر؟ دايما كريه يا رجال. يلا بس كان دايما يتصل علي عيال تكفى نواف كريني عندي بطولة، واقول يا الله وش يبي هذا وش يبي، ويتصل وش يبي. ايوه ما حبيت ردرب، ما الامه داعي اصدم الحين. وقال بجهة الشرق يا الله. صور سناب يا الله، ترى الجدول مو اني اصور سناب، ابي اجمع فلوس يا عيال، ما اهتميت اني اصور سناب لو سمحتم يعني. ليان شكرا على الريسب سنه كامله، يعطيك العافيه. السلام عليكم، حياك الله يزيكم. اهلا وسهلا. تصير خروج مش لاح الموجه؟ يمه ايه. انا عند البقاله حقت الشرق زيكو، انت وين؟ على الجسر. الجسر في 40 جسر قدامي، اي جسر؟ لي قريب من الحاره الصفراء. قريب من الحاره الصفراء، يلا جايك. يلا جايك. اسمه الرانشو. اخلي شيء في الخاطر. يلا عمره بسرق بسكينه، ما ادري هل بيطق ولا مو بطاق. اي والله انه طق. يلا جايك. حارة الصفرة عندك؟ عندك انا جنبه اسمه الرانشو. انت فين الحين؟ مسافة 3 دقائق. يلا اشوا ترى سواقة بالدباب لك عليها يعني. بس السكين الاخرى كيف اصلحها صديق؟ اخي هذه مشكلة. الجسر اللي ورا هناك يا الله، وش فداه هناك صديق. اتمنى الدباب حقي ما يصير بطيء. دقيقة. طيب انا عند الحاره الصفراء، انت بالجسر اللي يمين ولا اللي يسار؟ اسمع صوت بوري. ايوه ايوه قدام قدام قدام. يسار يسار. ايوه شفتك. يلا شوف مني اوصلك. ها بيت اقول لك كذا بس تخيل تخيل اني اجيك من بوليت عشان اقول لك شوف مني اوصلك. تخيل شلون انك مسخره يا زيكو. لا خلاص 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 برجع لك برجع لك. هايف ترين حقي خلاص خذوه العالم يا روين. هو الاسم روين ولا انا من الكيس؟ شكله من الكيس. عبودي شكرا على الريسب. ايه ليه؟ سلم عليك. يلا عامل ايه اللي تاكل اللي ورا؟ ليه 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 تسال؟ اسال عادي ابن الحلال علمني ليه تسال؟ والله بسال. لا
بس كذا يعني سؤال يعني ما جاك تنبيه بالجوال؟ غالي الوز ها؟ الا الا جاني ايه ليه تسأل طيب؟ ما شفتش جوالي ما شفتش ليه ما شفتش؟ انت قلت ما شفتش جوالي يعني لا وين وليد؟ اتصل على وليد طلب منك فايدة يا الله الدباب صار يمشي 160 وش ذا يا زيكو؟ ايوه وليد انت فين؟ نروح نصيد ذكر ترى ما يدري ضيق مصاب يدري يعني صح؟ يلا ننتظره طارق شكرا لي سب 6 شهور يعطيك العافية حياك الله يسعدك وعبودي شكرا لي سب 14 شهر ومهرج ايه شكرا لك على الريسب 3 شهور عليكم السلام وتركي شكرا ريسب 6 شهور يعطيك العافية رايك اشغلتنا انت كل ما قلنا شيء قلت باخذ غفوة الغفوة ابي اطلع الشات يا اصلا انت بتصدم 14 مرة ايه عشان كذا انا قاعد اطلع جوالي انت بتاخذ غفوة وش تبي ايه صح تبي قايم يلا رح يا الله يا الله حتى بذا متلقف الله لا يشغلنا الا بطاعتنا ولا يشغلنا بحياة غيرنا الله العظيم ناس ما تستحل وجهها نوف شكرا على سبت عشور مساء النور يعطيك العافية حياك الله طلعت الشات شوي الكام ما يحتاج كام يا اخوان قلنا بس للرايقين ليه كام علموني قلنا بس للرواقة صح ولا لا عليكم السلام جونا كويت هلا وسهلا وش فيك عليه حرام يا اخوي طبعا ابو زيد محامي زيكو اذا ما تدرون هو يحامي عنا ويعلم الاخويا كيف يمزحون مع بعض شكرا لك يا ابو زيد يعطيك العافية كلاوس شكرا علي سب سنة كاملة يعطيك العافية حياك الله يسعدك ولكم كلاوس عليكم السلام فهد عليكم السلام برق بالهداوة ايش هذا؟ سكر ارتفع كل شيء ارتفع عندي سلام يبي هلا سلام تسجيل خروج يستر عليك ليه كذا على طول الله يستر علي سلامة ايش فيكم ايش فيكم ايش فيكم انتم من القلعة طبعا كل ما حد دخل بالراديو تسجيل خروج ايش تبي يا اخوي اللي داخل طيب ترى قلنا تسجيل خروج وين المشكلة ما غلطنا عليك ولا سبيناك ولا قلنا شيء ما اقدر استغني عنك عرفت ليش بسجل خروج؟ لا 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 ازعاج 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 لا 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 وليد اتحمل زينك الهداوة الهداوة يا حبيبي انت شلون غنيت بالهداوة؟ احبها الاغنيه دي لا بالله صدق لا يعني اليوم كله ما غنيتها الان قررت تغنيها ليش بالهداوة ها علمني انت كيفك الحمد لله كويس انت اخبارك يلا بجي امرك الان بس بشوف سياره معك لوكبك ما معي نتشي صنعنا معك لوكبك معي لا معي معك طيب اسرق سياره انا حولك وحواليك لقيت خمسانة تكفى 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 تعال
طيب مكان خرافي والله، انه في مكان انه مره جامد. السكين كيف جبتها؟ اللي كانوا بث حسوا يعرفون كيف. ميثم شكرا لك على ريسوب 3 شهور، يعطيك العافيه حياك الله. اول شيء احتاج مستشفى، خليني اتعالج مستشفى لان السكر عندي قصته 50 تقريبا. لا صحيح. لا بتسوق كذا انت؟ الله المفتاح بعطيك اياه. سمعت صوت تيزر. هذا بيسرق بقاله. احنا خلينا نسرق بقاله. طيب ماني رول. والله ما في بريك. ماني رول زي اللذة، شو اسوي فيها؟ عندي كثير. معي مفتاح بعد، ما ادري ايش فايدته. يا الله غمضوا عينكم، غمضوا عينكم يا عيال. الباب الخلفي للبقالة. بس يحتاج معه شيء. صحيح، على ما اظن دريت. مش لاح. لا سوك تتكلم. هو يطلع لك لسان. سوق انت؟ كنت. يلا يا سواء الحق العربية دي. يلا يا بتاع التوك توك. فيك وقفت. فيك. اركب اركب. فيك. على طول على طول حساس صاير. صاير حساس انت. الله انك صاير حساس. طيب حد يركب قدام؟ عادي زيك روح روح. انا ما اقدر. شوف شوف صلعتي. ما ارتاح. صلعتي ترتاح هي انت تركب قدام. لا ركبي يا اخي طويله. طيب تبي معك اغراض حقت الصيد يا؟ لا انا معي طيب واخذ سلاحنا. يلا روح يلا روح على حد يجي قدام بسرعه. يلا راح 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 بس حيدي. يلا يلا الحين بس دقيقه اسمعوا اي نمر انتبهوا منها. يلا راح بس يا زيكو روح يمين. يلا كل خرا طيب اصبر. بالهداوة شويش شويش يا زيكو. معلش. يلا يلا بسرعة روح. يلا 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 عجل. وكل ما تأخرت كل ما الأجر حقك ينقص. صحيح. يلا روح 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 اشتر لنا تعال. ما ينفع. مؤمن شكرا لك على الريسب 11 شهر، هلا وسهلا ومرحبتين شهر على باج السنة، اطلق سنة والله. الكم محسن. شو الجدول اليوم؟ بث رايق بقعد اصيد وذا ما في جدول يعني. نفسه نفسه. وانتم تبون كل ما صورت في تويتر ونزلت صورة صيد تقولون بث 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 بثيت بث يلا. قسم بالله قول لي اسف حرق عليك. اسف يلا تعال لي. جعله لبس العافية يا ريون. جعله لبس العافية والله. باقي على ذان المغرب. يعني لما اقول لك زي الكلب ترجع لي زي الايش؟ يلا سوق يا سائق يا راعي. سوق سوق بلا استهبال بلا استهبال يلا. يلا سق ودنا. حرك زين يا اخي. شوف 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 النمر شوف النمر. خلنا نقتله. يا رب تنعم. يلا راح راح اقتله راح. اروح اروح اصبر. بحدد لك مكان، اريد احدد المكان ولا ما احدده؟ لا 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 والله ما تحدد. طيب خليني بروح مكان ثاني. راح راح هنا راح هنا راح هنا. اصبر قتلته. ما يمديك سكين. ما يمديك يا ابن الحلال. ليه؟ عشان خدودك كبيرة اركب. لانه في كاميرات هنا ممنوع الصيد. قوي ليه يعني؟ طيب رايك بالكاميرا ديت؟ عليكم السلام. السلام هلا وسهلا. ليه ما ناخذ الساند كينج اللي وراه؟ ليش ما ايش؟ ناخذ الساند كينج اللي وراه. في 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 عربيه. في 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 ايش فيك ايش فيك ايش فيك ايش فيك؟ يلا عشان تسوق زين. لا تصدم البنت بس. اوه هذا ممتاز. بسرعه 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 بسرعه. اديني لوك بيك. ما معكم؟
يلا عن 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 يلا سوق عن اي اخلص يلا يلا حطها في الدرج حطيت نزل نزل يا اخي تروح للست فكر مع خدك انت تعال صدي معنا يا ست كيفك هو تقعد تعزم خلق الله يجون شرطه بسرعه والله ما اعرفك ولا تعرفني بسرعه زيكو معي سكين ومعي اغراض اصبروا اصبروا اشطفوا اشطفوا خلكم كمل 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 في اسد وراك في اسد وراك يا مش لا حمش وين ما في اسد وراي في الشارع ما في احد ما اشوف شيء تركتوه قول له ايوه نصاب ما سرقت سمعتني ازاي هنا سمعتك يا ست تركب يا اخي امش هذه الشيء ما فيها فرض حركه قهرتني روح راح بحدد لك مكان هنا 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 راح هنا هنا لا لا هنا هنا لا لا اي هنا هنا رينا شكو علي سبس انا كامله يعطيك العافيه حياك الله وسلمان شكو علي سبس عاشور يعطيك العافيه يا شيخ حياك الله يسعدك خلاص بلا حركه طفوليه يا وليد وخليك راجل لا خليك انا راجل استرجل استرجل مش لا تقعد على الوضع خليه يسوق فينا منو فيكو يلا يا سواقنا ما شاء الله على سواقه ما شاء الله ما شاء الله لا 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 والله انفجرنا صدق اشوه صدقني يوم نقصت وراء خلف في التوازن مع خده انقلبنا الهيدروليك اللي قدام خرب ايه طيب ابليسك تعالوا تعالوا راديو 61.55 ايش وينك هذا اذا مشى هذا انا مأمل انها تشتغل لي ما ادري عنك وانا اركب معك يا حمار ما ادري ليش امشي لوك بك اللي عندك صح يا زيكو الراديو ايه انكسر خلص لوك بك اللي عندك انكسر اللوك بك صح لا 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 بعذرك بعذرك ما متشرد طول وقتك ثريك ما تعرف تسوق مضيع اللوك بك على الفاضي وش بتتسلق جبل انت ارجع ارجع بس ارجع 61 ولا 61 61 شوف خلني بيروح من هنا يمدي صح الو هلا انا ما يمديني اطلع من هنا ليش ما ادري بالهداوه بالهداوه بس ايوه 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 يعطيك العافيه رود زيكو عنده سيارة حق الجبال خليه يطلعها يا ليت والله هذا يطلعها فراد شكرا عن ريد ياكم الله طرف فراد دوم بسلاح في الأرض واطلع يمكن ما يطلع السلاح شباب لا الله يكسرها يا زيكو شفتوه ما يطلع لا والله يطلع هنا والله يعني ما تقول ورا ما اصيد هنا جاني رنجر البحر على طول بس نواف جوالك اغراضك هلا ابو سعيد هلا وسهلا ابو سطام شكرا على سب 15 شهر يعطيك العافيه حياك الله يسعدك نور عز شكرا علي صب 10 شهور يعطيك العافيه حياك الله يسعدك وصدق كيف بطلع انا عيال يمديني ما يمديني تاني اتذكر طيب اول مره بسوق الان حتشوفه سوا ثاني طيب معك لوك بيك تعال اعطيني لوك بيك ايوه لا لا مش عاوز اندي دي بتنفي مش ناخذ هذه العربيه ما لا تنقي الله يعافيك توك توك يا السياره اللي قدام هي اللي تمشي 320 لا لا هي دي معي عربيه هنا طيب من اول يعني جيت بوقفها بس الغبي غبي لا تستمني تكفى عطني اللوك بك ما تخافش ما تخافش من السلاح عطني اللوك بك يا ابن الحلال يلا
لا تستمني. ليه 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 كسر 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 كسر. عليكم السلام يا سيف، اهلا وسهلا. وين هذا كلام السعودية ما تقول ها يا المصري؟ حلقة بالله على 16 شهر وشو يا كوشري؟ انا عارف انها بتاعت الجاز، والله عارف، والله ما يحتاج تعلمني. خضار ترى زينة، يبي حب. خليني اطلع هنا بس. طب اوبا يبي تطلع ما شاء الله، وبرضه اختلاف السواقة يعني. سبايدر مان سبايدر مان. الله من ذا؟ رانب سينا يا اخي. البارك رينجر كثار هنا. شو ذا اللي على اليمين؟ زيكو 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 وقف زيكو. لا يا عيال لا، مو مشاهدة يعني شوية احترام يا شباب عشان ما اقل ادبي. قلل ادبي ما هذا، هذا ما زين. انا صوتي لا بتروح بتروحش المكان ده المصور يا اخي. وش المصور؟ قصك روح عند المفاصخي؟ عارفه الله يعافيك. ايوه ما يمكن ما تعرفوش. لا لا اعرفه، لازم يا اخي والله اني اعرفه. ايه لا تعطس علي انت. لا والله معليش حمك الله الله يعني شوفوني انا تعبان، خلوني اعطس وانا شاد على حلقي عشان تسمعوني وتقولوا لي ما تشوف شر. هذا هذا اصبر 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 خليني اتذكر. هذه تنفجر يا عيال. اه والله تنفجر، والله بتنفجر راح تخرب وفي صخور. الله مع السلامه. اصيد هنا لين ما تدبر وضعنا بعدين. تعالوا تعالوا فوق فوق الجبل ذا. بحط عم هنا خلص لك بك. يعني اكلنا لا 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 وليد الله يا لا يا رب بدنا ذا يا اخي. تعالوا من هنا، هنا في طريق. شويش شويش مارت شكاري سب 6 شهور، ود شكاري سب 5 شهور. يعطيكم العافيه حياكم الله، الله يسعدكم. ايش فيكم؟ فيكم وين الكل؟ خلاص واحده بواحده واحده بواحده يا وليد، واحده بواحده. اعطيني 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 بندق ترى. ضحكت رهيبه. طيب انا وصلت مكاننا. علي شك علي سب 7 شهور، يعطيك العافيه حياك الله. مش هناك. تكلم زين تكلم زين تكلم زين لا تفل. معك باندج؟ لا ما معي. هذا المكان اللي كنت جانا اول استقعدوا صورة ذاك مفصخ. لا مو مفصخ اشوفه. ليه 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 تزوم وفي 2500 واحد تلبث؟ ليش ليش ليش؟ اذا تبي تعرف قفل الشاشه وروح. فين المكان؟ روح دور لكم مكان، انا قاعد اصيد هنا. يصلي عندنا؟ وشو يصلي عندك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس من زمان فتحت كام، احس اني بعيد عن 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 شو احنا شوي قفلنا شفتوه عشان ايش؟ روق يا اخوان روني روق والله تعبان. وش تقول؟ راشد شكاري سب 17 شهر يعطيك العافيه حياك الله، وعلي شكاري سب 7 شهور يعطيكم العافيه. يا خنزير اوه هذا زيك وشطفني. صيدة والله ودي اروح مكاني يا اخي، مكاني اسرع. ما بي ما بي اطلعه.
يا ابو شايع رهيب. اومن كرسي اومن مره رهيب الصدق. هو كان في واحد قبله ما عجبني، ما ادري نسيت اسمه، فغيرته ومعي تقريبا حاليا سنتين يمكن. مره جامد. كذاب، وش اللي كذاب؟ عليكم السلام عز. سكر الشاشة، حتى لو سكرت الشاشة المكان كبير مرة، ما هو بصير عيال فبيوضح. صاروا بيرقى فوق هنا. يقول بحكي مكان السكين يا اخوان، خذيتها من بشير. دقيقة، شو؟ جاكم جلد ولا ما جاكم جلد؟ جاني انا يا غبي. تبي ترقى غصب ليش؟ انت بتشوفني؟ اشوفك من اليوم. كم يجيب الصيد؟ والله يجيب عرفين يجيب. امس ما صدت كثير، امس يمكن صدت 6 ساعات بعد طلعت مع العيال، لكن قبله وقبله طولت صدق طولت بالصيد. هو الخميس والربوع، الربوع حتى بثيت ابو ساعتين بعدين رجعت كملت صيد لو تذكرون يعني. لكن الخميس ظهر 14 ساعة ما خاب ظني الا صيد. امس يب امس بس 6 ساعات امس اني طلعت يا عيال، وشو يعني انام فذا اطلع بفلة. ما في حيوانات فوق الجبل. وش ذا؟ من الأرانب؟ عسكري. نعم. كذاب. صدق والله في عسكري. وش جابه؟ ما في إلا حنا، ليش ليش؟ وش يبي؟ وفين العسكري شباب؟ دم عسكري. إعلان 6 ساعات قصنا. انا ليش صدت 6 ساعات؟ عاد خلاص يعني وشو بطلع بستانس. تكي الوقت كذا ما ينفع. قدني نقمة واحدة. في عسكري، انتو فين شباب؟ انا والله اني قاعد اكعب وقاعد ادور لي حيوانات. والله مسعف الله يعزهم. مسعف الله ياخذك. اي والله. طيب ليش تقول في عسكري وما في عسكري؟ بين؟ إذا صدت حيوان 3 نجوم ترى يجي إشعار لهم إذا ما تدري. لا يجيهم. هلا بيب الأرنب. يا رب ما يطلع لي نمر. يعني خلوكم حولي عشان لا جاني نمر اعرف وينكم. طب انت فين يا حولي؟ انت فين؟ ليش تتكلم كذا طيب؟ انا بعرفش انت فين، انت كنت هنا واختفيت. لا ليه ما جتها؟ شرطة شرطة. دول شرطة يا شباب، اتاهوا ولا ايه؟ بسم الله على بركة الله. عليكم السلام حمادي. هلا وسهلا. اريد اسقط. عدو. متى بتتطور؟ ما عاد متى بتتطور؟ ما عاد نصيد؟ سعود وش تبي سعود؟ سعود في كل بث في كل بث ما تبي نصيد، وش تبينا نسوي؟ وش تبيني اسوي؟ ما في اسلحة. الشرقات مو فاهمينها، المفتاح اللي معنا لازم تحط معه غرض عشان يفتح لك حق البقالة، هذا اللي فهمته. وش تبيني اسوي؟ مالي لا اجمع فلوس. قبل شوي انا صايد واحد هنا، وينه؟ لا شوفون انتم ولا انا، الرؤية عندي شجر. شو هذا هو؟ بتصيد اوادم بعد شوي. شوفون بعد شوي كم بيجيني يا عيال.
هلا ابو عنزي، هلا بالسمي. خايف شويه ولا لا؟ انا والله نزلت تحت وقاعد اصيد، لا تجون خلوكم فوق لو سمحتم، ابعدوا عنا حلالي. هلا انا مستر كله مسلاح. عليكم السلام صالح. طبعا لا طيب ذكرها ليه؟ ترى يوم بيت الجلد هناك كانت 2900. ها انا عارف انك ناتفني ب 900. كيف خليك كذا على طول فكر بنفسك؟ في نمر، والله انا خافي يجي نمر. ليه ما جتها؟ لا اسمع صوت عساكر، صوت صفاتي. احنا ترى المسعفين رحنا، ما ادري عنكم اذا في عساكر ولا لا. انتبهوا ترى جاني يا رجال، وش بقعد انتظر انا؟ طبعا المكان اللي كنت فيه ما يجيك ولا بارك رينجر، هنا الوضع ما. انا بتوقع هلا عندي رخصة يا زياد، بس ما تصيد نجوم حمر، فهمت؟ عندهم قوانين، ما تصيد خمس اكثر من 5 جلود عادية، الجلود الحمر ممنوعة ما تصيدها، اشياء زبدة. فتشني بياخذ اللي معي. الله ما يجي. اوه حبيت المكان هذا شباب. طيب لو بطلق على هذا، هذا بيروح يمين يسار. نطلق على هذا اقرب. والله انا كلهم بين الشجر. ما حبيته هذا ملقلق. الحارثي شكرا ريسب 7 شهور، يعطيك العافية حياك الله يسعدك. و يب الله يسعدك الله يسعدك عشان ما يجيك النمر من اخر الدنيا. من الخنفسانة ما معي فاتح اقفال، مشكلة يبغالي اشتري والله. خلا اللي بيدي عادي. في المسعف اللي ماني بقايل قطتني. اكيد هي مسعفة مش ده. كفو نطلع مرة ثانية، والله صدقوني بطلع ذهب لو طلعتها مرة ثانية. بس نسي اشوف، بس اطلعوا. اطلعوا. وين الارانب؟ فجأة بيطلع لي نمر. ايوه ممتاز المكان هذا يا اخواني. كلكم رحتوا يمين ليش؟ اطلع اطلع. والله سيده قدام ورا الشجره بالضبط يجون، لازم اغير. يعني تحدون تربل بعد شوي. اصبروا بس خلهم يرجعوا مره ثانيه. كيف فيلم امس نواف؟ الحمد لله نصه كنت نايم. انتم ما تدرون رجعت نمت الساعه 2، نمت 6:15 الصبح، بعدين رجعت نمت الساعه 10، ما ادري وش قوني الصبح كذا. قمت قلت يا الله ليه، بعدين نمت على الساعه 4 قبل شوي. يا سهلا وعد حياك الله. اسمع اصوات. نواف بثث ايش؟ بث بعد العشاء؟ ما بث بعد العشاء ما فهمت. شوفوا معي ها، هذه خطة تعلموها شباب، نجيبون 2 مع بعض
طيد لك ارنب هرمان انت بعت له ومشكلة جاي على شكل مثلث لو ان الثالث واقف جنبهم كذا كان جيت بزاوية وشلته من ثلاث كلكم قراسية ما في تربل الا فيه بس هذا مشكلته يوقف هنا يوقف هنا بالضبط لو انه يوقف هنا كان جيت من هذيك الزاوية عرفت رجال في مكان تشيل اربع غزلان ورا بعض ريحة صيد روح اشتغل صحفي كل شوي 250 انقال ذا الداخلية ما وصلت رواتبهم كذا بتقيم بكام على حسب يعني على حسب في عندك اثنين يبيعون واحد يعطيك دبل السعر والثاني يعطيك عادي ثاني طبعا هو المعروف واحد ما هو معروف مكانه ماني معلمك وين الوليد يعلمك لا في واحد اساسي ورا محل الملابس طب في مكان ثاني بجد يعني الله يقطع بليسك لا تطلق عندي يا اخي خربت حلالي مش انا يا خرا مش انا يا ما جتها يا عمي وش ذا بس اشوف اذنه عليكم شكلكم تهاوشون بعض من اللي جنبي قاعد يطلق والله مش انا واحد ثاني ممكن طيب اصبر 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 فول لسه ها دخل في البير ذا ليش ليش جاء ليش ليش يلا تكفون نطلعوا قرب علي الريسبون حشر الريسبون اللي سويتها عم القهر عليكم السلام هلا وسهلا تركي حياك الله اتوقع بيروح عنده وينها؟ بيعتها هنا كانت صح؟ والله تاكي عندي وشيبي ما ادري سمك لا سمك ايه لا مش عاوزين انا بيجيني ثلاثة نجوم كتير عليكم السلام سفن اهلا وسهلا بسمع شرطة صص 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 في صوت صدق التاهو شرطة ولا لا ايوه في عندهم تاهو بارك رينجر موجود اتوقع سفن شكرا لي سبع عشر شهور يعطيك العافيه حياك الله يسعدك جاك انا قاعد اصلخ هو جاك ولا وشو هو عندي تقريبا الله ما يجيني اذا هذا ترى بجحدك معرفك اي بي 1 بي شكرا لك على السبسكرايب وذ برايم يعطيك العافيه حياك الله لا الريسب اي والله ريسب سنة كاملة يا ساتر يعطيك العافية الله يسعدك الله يا اخي جننون هذول بس مش حمرة يعني ايه دجا جامدة قوي وين الثاني ما ينفعش كده خلينا نمشي من المكان يا مشلاح يا عمي والله لا تكفي في مكاني مرة حلو قلني مرة حلو بس انه في شرطة لو جاني يعني ان شاء الله مو بجايني والله في برضه ثلاث غزلان حولي وثلاث غزلان ورا هناك
ليه ما تسوي فيس كام؟ اول ما نوصل ان شاء الله 10,000 مشترك بنسوي هذا. لا يراقبك بعدين ياخذك. لا ليه؟ والله العظيم. اسال مقرب. حبيب الحبيب شكرا لك على $5. شيل الورقه اللي بيدك خلاها يا رجال عادي بشيلها بعد شوي. اخاف اسوي لود سكن والشخصيه تقلتش فهمت؟ عشان كذا. والله مكاني جامد يا عيال مره زابن مكاني وما في نمر هذا اهم شيء. اسمع اصوات انا. اسمع صوت. ايش تبي يا اخي؟ وش تبي جاي عندي؟ لا اله الا الله. خلصت الاماكن. بس نفسي ميت. خريطة سكرها ما لها دخل هذه حقه ذا. اطلعوا يا عيالي اطلعوا. يوم ما صاروا يطلعون عيالي دوب دوب ذا نبقى بعد شوي هنا اطلعوا. بدون صراخ يا اخوان. معليش والله انقذوا علي نمرين. انقذوا عليك نمرين؟ اوه يعني كان بياكل وانا كنت بعشاء وقاني. تنظر في المكان ما نظرت اصبر. ما نظرت وقفت. يا عيال طولوا ليكم كله من هذاك. عيال ودي اغير المكان اشوف مكان ثاني. بدا يجوني عالم بالله. انا في اثنين عندي وكان عندي صيد مره حلو بعدين فجاه الصيد حيوانات صارت تهرب. لا لا خلاص رجعت الحيوانات. انا عندي امور وثلاث نقوم وحاجات كثير. طيب مش لحد رحت المكان ده اللي بيبيع القلود يعني عادي ولا مش عادي؟ طبعا لا صح. فيس كام ريكور سلي موقعك. يلا بس خليني اخلص من النمر التاني. عيني صارت تدمع من الاضاءه مدري ليش. تأكد لا تفلل. وش اللي يفلل يا يزن حبيبي يا كويت؟ الله يسلمك ويسمنك ان شاء الله مع بعض. يعرفها. هلا عبود هلا وسهلا. يمه في نمر شفت الابيض احسب اني ماني بحاط منظور اول. يلا يا زيكو يلا. يا رب يجون اللي على اليمين هناك. بس واحد اقسم بالله ودي اتفل والله ودي اتفل لكن بمسك اعصابي احتراما للي موجودين ولا كان تفلت. هذا ايش هذا؟ يهرني. في ارنب هنا كل شوي اسحب عليه عيال. صايد اثنين ارنبين كل شوي اخذ الغزلان واسحب على ارنب. وينه؟ شوفونه؟
شو يسحب عليه؟ قلت لك بالمسك. ايش الحيوان اللي سعره غالي؟ اللي نجومه حمر، ثلاث نجوم حمر هو افضل شيء. طلع نبي جميع. بيع في ساندي. طيب البيع في ساندي انا عارف مو بالانير. اصبر خليني اشوف كم جمعت جلد. والله 16 مره حلوه، بس العاده يعني 70 كذا احلى. عرفتهم تكفون اللي تروحون. ثلاث غزلان، لا تطلق. اليسار يرحمني ولدك، لا تطلق. الله، ربع جلود صارت 20. ويد ما تجيش عندي، روح مكان قريب شويه بس موش عندي. يب سافي، النقطه مايله شوي يسار. يا تبي صديق لو سال عبود، لا تنسى ساعات شغل البرجر. لو ساعات شغل البرجر شوت كان عندي ساعات برضو في العسكرية. اضغط الراديو وبعدين نتكلم. اقول انت تحت؟ ايوه انا اللي تحت. بعد الرجع الردد والله ما ادري يا شباب. شقيت اول حيوانات. تكفى يا افيسر سعد، خلني والله اني مستانس ترى. بالله عليك اضغط الراديو بعدين تكلم. لا لا راح تطول في البث على حسب. والله ممكن تطفشون. يا طفشتم اقفل اكمل صيد، اذا ما طفشتم كملنا برضو على حسب. عشان كذا في واحد هنا غاثني مرة، غاثني هو يا أحول ولا ما يشوف. عضى نمر. الحمد لله الحمد لله. اسمع صوت موتر على اليمين، بشوفه ظن النمر. شوف هذا هو معضوض المسكين. نعم من النمر. لا يجيني يما، لا يجيني النمر. أقيرة شفتها. هو اللي قاعد يضيع الحيوانات. في واحد هنا غزال. في واحد ثاني، يا رب انك تنعض معه. وين الغزال اللي هنا؟ شكله تحلل. ايفن شكرا لي سب شهرين، يعطيك العافيه حياك الله. ويلكم سلام وهنا. اجرب كذا بدون ما اضغط ذا. عبود شكرا على ريسب سنة كاملة. سنة كاملة مين نواف؟ 18 شهر، سنة ونص، 6 شهور، ايوه سنة ونص. يعطيك العافية نور. لكن نمر ما جاني يا عيال، وينه؟ شيء لاحظته ما عاد صار يطلع. ليش؟ ايوه خلاص.
انت في هالليل وقتهم يا رجال. لكن ما تدري ان اسمي ابو الاسود انت ها؟ نو هذه بردد اشتغلها بجراند ما ادري. كم يطلع لي الصيد والله ما ادري بس بيطلع ترى واجد مره وزياده بعد. والمصيبه ما معنا سياره. أذن. هلا ابو خلود ويلكم. هلا وسهلا. صلاه تو اذن تو قال الله اكبر تو الله يعافيك يا رجال. حتى الامام لسه اثنين فون لا تروحون. لوكم اسمعوا كلامي. في واحد من جنبهم منسدح. نعم السلام عليكم. تبي؟ والله اني قاعد ادور من اليوم ما لقيت الا. طيب وش تبي؟ ايش تبي جاي عندي؟ حلالي ابعد. ممكن شارك بس. لا 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 ولا رجول ولا يلا بس الله يوفقك راح. ايه صدرنا ارانب كيفك. حول 74 75 الف. خالد تقريبا. يب صوت سياره ورا. وين بقيره كان هنا واقف. اتحرك ما حبيت. لا اللي بيسرق حلالك فعلا عشان كذا قلت ابعد. حلالي اقعد يشغلني حلالي. هو في الحين اللي انت تسويه ما يعتبر من الجلتشات او مخالفه للقوانين؟ انت قريت القوانين عشان تسال هذا السؤال؟ لما قريته عليكم سلام زيرو. هلا وسهلا. لا ما بيرقم ستة. خلاص فلوس يعطيك العافية عبود. الحين صار فيه كوماند اي احد يسمع فلوس على طول يطلع له. عليكم سلام محمد. تاكسي يا اخوان خلصت الاماكن. لا اله الا الله. الحيوانات انقرضت ولا وشو؟ انا اربعة يجون عندي. اربعة جو. انا في واحد علي يقني من نمور نقمة واحدة يعني بجد تقني نقمة واحدة. ليه زعلان يا زيكو؟ لانه دعا علي. شباب بالله عليكم. انا بس حبيت اذكرك ان معك قناة باليوتيوب لاني رحت سويت حساب توش كامل عشان يا حبيبي انت اطلق من يتابعني. والله العظيم اني عارف عندي قناة في اليوتيوب لكن انا حيوان اعترف. شكوى لله يعني. وش تبيني اسوي؟ تبيني افتح بث الان في يا مكاني. تعال رفع يدك معي سكين ولا طنك. رفع يدك وش معك وش جابك هنا؟ معك جلد صح؟ اي جاي عند حلالي انت صح؟ اخذ الجلد حقك واخرب عليك. لا خلاص يلا روح. لا لا ما يطعنا. ايش خرب جوه؟ واصرح يا اخي هذا اللي بينطعن.
يدريني بجي. قام يزبن. على يدك، ارفع يدك. بطعنك. رفع يدك. جابك هنا كذا صيد. طيب ليش جاي عند مكان صيدي وبليت وش كبرها؟ بمشي خلاص. اوه مشي يمه. يلا طيب. رأي عسكري. يمه. جاي بس السيارة قريب من الشارع. يمه. داخل القلد بعدها نمشي شباب. يا ويلي سايبر شكو عريسة بسنة كاملة. يعطيك العافية حياك الله، يسعدك. حتى هو المسكين، المشكلة أنا اللي مهدد أخاف معي المسكين. يا ويلي سلم موقعك يا هل. هو مدري هو عسكري ولا مدري. شوه لا طيح تكفى. الله يوديك يا هل. لو قفط وش معي 25 جلد أحمر فوقي. خلصت الأماكن تجي هنا فوق. UAE شكو علي سب 16 شهر. يعطيك العافية حياك الله يسعدك. يمكننا مسعف. اسمع صوتي صار. وينه؟ ديك وينه كان عندك؟ انت اللي فين؟ لا بس انت فين؟ لا انتبه. وادم خذ اللي هو تحت. انا حسبه. عليكم السلام يا طاع. ياك الله. كلامي ما كان واضح صح؟ علي بالطلاق انه لك. الله يعزك. الله يعزك. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. وافي من يومك. بقطع بس وش تبي انت؟ ايه بالنور. ايه شلنا جاهدتني والله لزبن يا اخي. وش تبي يا اخوي؟ تعرف هذا الموتر الاسود؟ ما شاء الله العالم جو هنا. يلا الله يوفقك. يلا بغير مكاني، نص العالم عندي. مو بشرطة اسعاف. ذاك اللي يسقط النمر. هنروح نبيه يا مشلاح، تجي معانا؟ يلا وين؟ انت فين؟ ما شاء الله. يا مرحبا. هلا كيف الحال اخوي؟ صديق جابك المكان هذا؟ هذا والله من اول فيه صديق. طيب ارفع يدك. لا تكفى. ارفع يدك. تكفى لمني دخيلك. يلا راح لو سمحت. الله يقطع البيس. هذه صرت نخرش منها صديق. يعال وينكم؟ انت فين؟ من الأرنب؟ أرنب؟ عند أصل بخلي هذا يوصلني. أخوي وقف. أنا بخلي واحد يوصلني. ممكن توصلني يا بوي؟ يعني نروح للمكان؟ عند مكان حق الجرود تقدر؟ ليب ساندي عرفتها؟ إيه. صوت اللي سمعته 3 مرات. محسن شكو عري سب 7 شهور يعطيك العافية. لطيفة شكو عري سب 5 شهور. عليكم السلام هلا وسهلا. انت فيك شيء وانت تسوق دايخ؟
بوي اسمعني. اسمعك. عرفت وين تروح؟ حدد لك. تكفى خذ طريق كويس، يرحم لي والديك. الموتر اللي معك ينفجر بسرعة، لف يسار. ممكن تعطيني القيادة شوي؟ أعطيني المفتاح انقز وراه. أعطيتني المفتاح. مش لاح أي محل بيع. أوي أيوة. لب ساندي. صبر كنا حندرس واحد. ايه هو العادي اللي نروح له دائما؟ عادي اخوان ايه؟ صيد يتابعني ورواقان ماخذ الوضع. وش بلاكم انتم؟ الله. انا بروح اللي بساندي ما غيره. ما تذكرت هنا في لفة. عنا والله ما جمعت شيء. لا خلاص كنسل. شفت نمر. عيال اصيد في هذا المكان ولا وش رايكم؟ والله انه عجبني. معك فاتح اقفال؟ تسمعني يا اخوي؟ ايه اسمع. معك فاتح اقفال؟ عطني واحد بالله. لا انت اخر سيارة الحين بروح مكان. بروح مكان كذا زابن وفيه حيوانات. بكمل مكمل بس بروح مع العيال. اي هو ما غيره. وين بروح يعني؟ عارفها يا عبود. مشكلة اذا رحت مكان مش لاح حافل اذنك. ايش؟ انا طلعت من العربية والدي خالة. حافل اذنك مش لاح. وشو؟ اذنك. تفضل. يعني يسوي نفسه ما يعرف. انا ودي اعطيه الصراحه واخليه يروح يبيع لكن عارف انه بينتفني. فهمت؟ لا نصاب نصاب مو 900 اللي جت. ما تسوي لك شيء ترى. راح ندبع عند ابرك لك. كيفك تبي تروح؟ روح انا ماني برايح. يعطيك العافيه يا ابوي. هذا المفتاح. عارف عارف تسمعون صوتي يا عيال. والله عارف. الف ومية وسبعين. والله طيب. الف ومية وسبعين. ناخذ الهمر. نسرق الهمر. وين؟ لا ما طفشنا. ما قلت طفشتم. قلت نسرق الهمر. انا ايش كنت ابي اسوي؟ كنت ابي اسوي شيء. وشو؟ يوم بروح نصيد اني ابث تويتش ويوتيوب مع بعض صح؟ اتوقع يب.
خليني اشوف مكان الحين اول شيء. انا والله ما تنفع احس بيعلق علي الام لابس. انا بروح مكان جامد الحين نصبر بس. شوفوا شوفوا شلون تستكشف الاماكن الحلوه. ليث شكرا لك على ريسب 5 شهور يعطيك العافيه. لا عير وش تخيلوا اني ابث يوتيوب تسليك وساحب على يوتيوب لمده شهرين ما ادري كم. معليش والله قهر بيتفلون علي حق اليوتيوب. ايه في نمر هنا هذا يدل على ان المكان هذا في خير. روح لا لا في المكان اللي رحت له انا وبنك يا عيال عارف وين. دقيقه مره رهيب هذاك رانب مره كثير وحيوانات مره كثير بالهبل. اتوقع هنا ايوه هذا هو. ما شاء الله تبارك الله تشوفون الحلاوه ولا ما تشوفون. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ليه قبل كنت اصيد هنا ليش ما اقدر الحين؟ اجرب على التل هذا دقيقة. قريب يمديني اصيد. لا ليه ليه ليه؟ حول الله ليش هربوا ما ادري. لا لا صدمته ما مو معطيني جلدي يا عيال. اصبروا شيء خلوني احط هو قدام باقي. لا والله مو بهذا المكان يا عيال اصبروا. والله مو بهذا المكان. اشبه له. وين نسيت؟ صدق والله وين نسيت؟ اتوقع هنا. وكان في منحدر. كان في دخله يمين. يا لا الله. اصبروا خلوني اتذكره. اتوقع عنا هنا ما ادري. لا 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 والله والله ساحب فرامل. ايه ايه وش التزلج هذا؟ لجان شكرا لي سبت هذا الشهر يعطيك العافيه حياك الله يسعدك. الوليد شكرا لي سب 10 شهر يعطيك العافيه منور تجيك 8 شهور الله يسعدك. نبي مكان فيه حيوانات. مشكلة والله العظيم اني اعرف اماكن لكن ما بي بدي اشوف شيء جديد ودي اطلعها في البث صدق. معي كاش معي فلوس بيض الله وجهك 2000 انا وقت مشى ب 2000 كاش يعطيك العافيه. اني رجعت نفس المكان. دب اصبروا
شو من الصيد انتم صح؟ ما تبون اصيد، تبوني بس اسرق. انا اطفش من السرقات لان ما في شيء، ما لها فايدة يعني. اقصد الان والله اني قاعد ادور ولا ادري وين ربي حاطني، لكن لعل وعسى نلقى مكان. بدي اروح اتجاه بدي اروح هنا اصبر. عرفت زوايا ابو ليتو تحت ما حد حولك، تلاقي حيوانات يمين يسار. الله ليه جرافكس كذا صار حلو ما شاء الله، بس كني بفورزة. بدي اروح الجهة اليسار، بس فيها حيوانات كثير الجهة اليسار. والله شكلها فيها حيوانات. مكان هذا طيب يا عيال. لا اني اجي طاير و عمي روح. خلاص هنا 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 هنا. عجبني عجبني المكان يا عيال، في ارانب وفي غزلان بس. باقي الطعم وشيخنا جرب بسيط، لازم احط طعم من جديد. وينه يا ارنب؟ شفتوه هنا ولا بس انا؟ ارنب ارنب. بسم الله وين راح؟ نشوف يعطيني. ولكم ايها اللاعب. عند الموية الكثير. وين؟ في مليون موية هنا كثير. ايش قلبي نردد على جراند؟ نصيد. يلا انه عطاني. بسم الله على بركة الله. وش فائدة الجلد؟ يعطيك فلوس 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 فلوس. بعت اغراضك يا مشلح. تفضل اخوي. بعت اغراضك ولا انت ما مشيت لسه؟ اي بعتها وخلصت والحين قاعد اصيد. ماشي ماشي انتم. لا لا تجيني، روح الله يعافيك دور لك مكان. عربيا منك معنا عربية عشان لو قلت شرطة تركب ونمشي. معي معي عربية. خلاص بسرعة يا وليد. انا خليني بعلمك وين. يا مشلاح حيفشخك. ليه ما عاد صار يمديني اطلع لذا؟ وات يا اخي مزاجي هذا، في غزال ورا طيب. طلب مني كلبشة عشان يكلبشك ويسرق منك. يذمتك. قلت كل ده؟ في صوت وراي في البوش، ما حبيت. يوم طلقت عليه تكفى وقف. من الغزال؟ معرفش. عليكم السلام ريان، هلا وسهلا. ليه ما تصيدون بلوس؟ ما يطلع السنايبر بلوس يا عيال، في اماكن تطلع في اماكن لا، حتى بوليتو ذا فهمتم؟ هذه المشكلة. هذه مشكلة يعني مشكلة. بجرب افتح بث يوتيوب.
ارجع بقفله طبعا، لكن يعني تجربه. من اليوتيوب ضيعته من زمان ما دخلت يوتيوب، اصبر معليش. نواف تبث بدون ما تقول له من قبل، ما ادري يعني احس الا بالبث الجاي افضل. لا يرجع صح. يا ارنب انا شفت، انتم شفتوه؟ ما ادري. هذا الثاني لهم راحوا. طيب منرس ما شاء الله ليه التحديث كذا. وكتبت كذا بعدين gaming المهم اللي جاكم مش عارف ليه. اتصل الارنب الموجودين على اليمين. في ارنب هنا قبل شوي صدته، وينه؟ اختفى صح؟ اختفى اختفى. لا هذا هو نواف. لغة البث حاطين انجليزي. لا بالله شرطة 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 دون صراخ دون صراخ، اجي انقذكم لا تخافون. ايوه تبوش هنا لا برضو. الله كيف تروح؟ في غزال ثاني جنبه يسار يجي، وينه؟ راح على طول. ام داني التفت عليه، وش ذا؟ طيب دوني اسوي كيف اشيل الشات؟ دقيقه بشيل الشات حق اليوتيوب اجيبه، مع هو اكيد بطالع حق التويتش يعني اساسي، لكن برضه لا لابد. ما شاء الله السلام عليكم شباب اليوتيوب. هلا والله بالسحب يا اخوان. ما ماني مساحب، مين قال؟ انا اصديقكم نواف، عرفتوني؟ لازم اكون رسمي معهم. اصبر. حياكم الله شباب اليوتيوب، كيف حالكم؟ اتمنى اللايك والاشتراك يا شباب. لايك والاشتراك اهم شيء عشان يوصلك كل جديد، وفعل جرس التنبيهات الله يعافيك. ان شاء الله اموركم طيبه. ان شاء الله انكم ناجحين، يعني نقول ان شاء الله انكم نجحتم. انتم نجحتم ولا ما نجحتم؟ ليه 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 كذا يا اخي؟ انتم نجحتم ولا ما نجحتم؟ علموني. اخوي انا صايد ارنب هنا، ما اقدر اخذه هنا. شفتوا اللي قال صيد بلوس؟ لا لا حبيبي ما فيش اي حاجه تعال. يا اخي انتم جنب بعض، سولفوا جنب بعض، سولفكم واجد. وي هيك بس كم بلاني احس اني لسه ماني مصحصح ولا 1% الى الان. دقيقه لا تجرطني وتقول هذا واحد جاء مكاني. الله يخليك.
ايوه خلاص. هذا ليه، هذا ليه هنا في اي اشوه؟ لأنه في البوش. يعطيك العافية باسم على البرمجة السريعة، ما لا دخل، لأنه في أماكن تضبط في أماكن لا. للدفتر اللي بيدي أشوه أشوه أخوي، عطني الجلد. طيب شباب اليوتيوب، ما تدرون جالسين نسوي جلود، انتم ما تدرون ان في تحديث جديد عن امتي؟ انا عارف في تحديث جديد، فالعالم طفرانه وانا اول طفران. معي 74,000 تقريبا، والطلقه ما ادري ليش ما جت، انقهرت. الشيء الثاني، ما في تشارجر الحين، التشارجر تجي بعدين. انا جالس اسبق لكم يعني في اشياء اكيد انكم تقولون وشو كيف ما كيف، فقاعد اسبق لكل شيء. ليه كذا المقدمة حق اليوتيوب فاهي يا نواف؟ وش المقدمة حق اليوتيوب فاهي يا نواف؟ ما فهمت. اسمع صوت واحد عيال جنبي، صدق صدق اسمع صوت طلق. قاعد كذا مسخرة يا اخي، لا لا تجي حولي. نواف شغل مكيف، طف مكيف، شغل مكيف، طف مكيف. كومبسر مدري شو اسمه يخرب علي و اثبت على جو. وش ذا؟ يا من وين الاقي السيارة تمشي 330؟ عرفتوها؟ الله ارنب. دباب، الدباب خلاص ما صار زي قبل. الدباب ترى تغير. تعال تعال. كومبستر؟ ما قلت كومبستر. انت من وين تسمع سكاي؟ بعدين قلت كومبستر. موستنج لا ما جربتها لسه. يا شباب يوتيوب دون سبامات، شوف هذا سعد، تشوفون سعد بعدين لا اخذ وش حقه التايم اوت في اليوتيوب. لا اخذت تايم اوت، ما ادري ايش تقعد تقول لي ذا ذا صح يا ادب. كهرب كهرب وين؟ صوتي صوت اللعبه في كهرب. عرفت ليش ما احب بث يوتيوب وتويتش مع بعض؟ عرفتهم الآن؟ الآن اصبر تكفى لو سمحت. والله خلاص تعبت، والله تعبت من الكهرب، مو وقتك. دقيقة طيب، صوتي أنا في كهرب بعد، مو صوتك صوت اللعبة. أنا عارف إن صوت اللعبة لكن اصبروا شوي دقيقة. صوت اللعبة في كهرب. من الراديو مو منك. يا رطق تقولون علي انتم صح؟ وين الحمامتين اللي صدتهم قبل شوي؟ اقدر اصيد الله انت 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 احس جلدك حلو. تعال. احد يقول حرام ترى حسيت انه في نمر. را رزق ذا يا اللي تكلموا. ايوه تكلم. اي من عند وليد بدون لا زعقتوني. ولكم طوكيو. البقره قصرت بشيء؟ لا طبعا. في واحد كاتب في اليوتيوب سكر البث الله يرزقك، بكره عندهم مدرسه. وانا وش دخلني انا؟ اعطاني جلد يعني لو ادم يعطوني جلد لهم الاثنين. في كهرب حول الله. واحد اثنين ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه. ثلاثة. أو إذا في صوتي كهرب جيجي يا أخوان، شوفكم بعدين الصدق. صدق. اللي صرنا اليمين أصبر.
يا ويلي ليه كذا صوت العيال؟ توني الاحظ. يا ويلي خلاص 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 ليش ليش طلعت ورا بعض؟ نضبطه كذا. بس خلوني اقفل بث اليوتيوب، معليش شباب اليوتيوب، لكن صدق اول ما فتحت بث في اليوتيوب صوت كهرب ليش ما ادري. نحط هذا كذا، خلونا على تويتش ابرك. تكفى لا يجي نمر. شفتوا عرفتوا ليش انه يصير فيه تعليق وتقطيع وقروشة؟ طيب صوتك كنت ما في شيء بالصوت. تمام يا وسام، تمام تمام. خلوني اجي اضبط الان دقيقة، نقفل هذا. ما ضبط، ما ضبط، ليش ما يضبط البرودكاست؟ طيب لو طيب لو حطيت هذا عايص فين؟ لا هذا ليش ميوت؟ هو سيستم صح؟ يو لو حطيت سيستم ما راح يطلع لا صوت دونيشن ولا اي شيء. هذه القروشة. خليني اجرب الحين. لا ارجع ديفولت. لا اصبر. خله كذا. نضيف. يلا ما احب المشاكل اللي كذا كثير. ديسكتوب بعدين نسوي كذا. معون في صوت؟ ما في صوت الى الان. واحد اثنين واحد اثنين الى الان ما في اي صوت، يعني مغير ومضبطه. حل شكرا لك على 13 دولار. عليكم السلام، هلا وسهلا، يعطيك العافية حياك الله. سيتنج جيم، والله اني بحوس الاعدادات عندي. ايوه هذا اللي ما حبيت. طيب وش الحل؟ صوت ايش اللي فيه؟ صوتي انا عارف انها طالع عيال، بس اتكلم عن صوت السيستم راضي يطلع. لازم اسوي كذا وكذا، في تقطيع على كلامكم صح؟ اطلق بعد شوي واسمعوا. ايه هذه مشاكل يا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده وعزيزي الستريمر والستريمره، اذا بثيت يوتيوب وتويتش تواجه مشاكل زي كذا تقهر. لازم تكون مجهزه قبل البث عشان تعرف. ضبط كوت ويضبط، مو بكوت، لازم اطفي الستريم او بي اس بكبره، وانا ما ابي اطفيه. خليني اجرب الحين وانطفي الكام، اصبروا. كيف صوت للان؟ باقي
طيب لو احول شاتنج بني ارجع مرة ثانية الان نوف نوف حلولك زي وجهك. طفيت اليوتيوب يبي طفيتها لكن لازم اطفي الستريم او بي اس وارجع شغله. هذا وينه؟ لا وين راح؟ طيب وش الحل؟ اخ لا ما له دخل برنامج المكسر وسامه ما له دخل نفس الاو بي اس. لو المكسر كان برضو اسمع صوتي يقطع عندي عرفت. دقيقة فلتر لصوت اللعبة. بداية المكسر بحط فلتر. ما أحب أطفي البث يا عيال. عشان كذا. صور خلينا نشوف صوت العيال. اي والله اي والله اذا فتحت الذا يصير فيه. طيب وش الحال؟ عم القهر. ما له دخل يا أسامة اني اطفي المكسر. والله ما له دخل يا حبيبي صدقني. اكثر من نواجه هذه المشكله دائما انا. ما له دخل. لازم اطفي اخر شيء لذا. طيب خلوكم دقيقه.